اهلا بكم جميعا استطاعت العماله الاجنبيه الوافده ان تحتل مساحه كبيره في السوق المحليه واننا نتحدث هنا عن المتاجر الصغيره والمتوسطه كالبرادات ومحلات الخضار وبيع الاسماك ومحلات بيع الهواتف والمقاولات الصغيره فقد سمحنا لهذا النوع من العماله الوافده دون وعي منا الى لعب دورنا واصبحنا نبحث عن وظائف سواء في الحكومه او القطاع الخاص وتركنا التجاره وما تحققه من ربح وهما منا للحفاظ على شكلنا الاجتماعي الخارج عن ثقافه العمل. سالت وزير يعني البعض يرى ان البحريني ترك المجال امام القطاع الخاص لجلب عماله اجنبيه الى البحرين انتشرت في جميع قطاعات في جميع فروعها وظل البحريني يشعر ب... ب... بعدم استقرار في السوق المحلي. يعني كيف نضمن له الاستقرار في ظل عدم وجود ثقافه حقيقيه تقول لنا هاي بلادي وانا اولى بكل وظيفه انا ممكن احصل عليها. بالنسبه للعمال الأجنبيه هي عمالة يعني مقدرة ومشكورة وجاءت لكي يعني تخدم خصوصا في قطاع الإنشاء أي تخدم <applause> متطلبات التنمية في البحرين نعم أكيد طبعا وإحنا الحقيقة ما نريد أن نضع عليها أي قيود لأن هي يعني ما تأتي إلا بحاجة فعلية ونريد أن نشجع آه التسهيلات الممنوحة لرجال الأعمال للحصول كيف. على احتياجاتهم من الأيدي العاملة الوطن الأجنبية والوطنية هذه ليس هناك عليها اي مشكله بالنسبه الى ثقافه العماله الوطنيه من ضمن الاشياء اللي احنا نلاحظها ان يعني ايضا بديمو ما نقول احنا عن معدلات التوظيف معدلات التوظيف احنا نراقبها باستمرار معدلات التوظيف مثل ما ذكرت لك ان عندك مخرجات من التعليم والتدريب وعندك قدره السوق على امتصاص هذه المخرجات احنا اي واحد يعني احصائي يقدر يراقب معلومات اللي تنشرها الهيئه العامه للتامينات التامين الاجتماعي ويلاحظ ان الداخلين الجدد في سوق العمل سنويا هم نفسهم تقريبا اكثر او اقل انا ما اتكلم عن الانتقال من وظائف الى وظائف اخرى اتكلم بس فقط عن اعداد الداخلين الجدد في سوق العمل اي احصائي اي باحث بيلاحظ ان هي تتراوح ايضا بين سبعة إلى ثمانية آلاف سنوياً لا. الاستقرار نلاحظ احنا نراقب أيضاً كم من الناس اللي يطلعون من الوظائف وفي معدلات دولية معروفة إن المقبولة مثل ما عندك يعني معدلات مقبولة للداخلين الجدد في سوق العمل عندك معدلات مقبولة للخارجين م. لأي ظروف تقاعد أو تغيير أو ما شابه صحيح شهرياً يعني عندنا رصد كل ثلاث شهور نتوقع انه يكون في 600 تركوا وظائفهم لاسباب مختلفه صحيح. اللي نجد في الاحصاءات ان هي تتراوح بين 300 الى 400 حاله الاقل من المعدلات اللي احنا مستعدين لها او نخطط لها بمعنى ان حركه دوران العمل اصبحت بطيئه أصبح م. الناس يستقرون أكثر في وظائفهم م. اللي يخرجون من الوظائف لأي سبب ليس كالسابق الآن م. لا يتعدون 11% مثلا من إجمالي المتوظفين إحنا نقدرهم 10-11 أحيانا طبعا لهم حرية أن ينتقل إلى فرصة عمل أخرى أو شيء م. لكن معدل الاستقرار ملحوظ السبب أولا تحسن علاقات العمل تحسن بيئة العمل تحسن الاجور آه زياده حركه الانضباط والمسؤوليه الاجتماعيه، فهذا الشيء الحقيقه احنا نراقبه ويعني مثل ما ذكرت لك عندنا بيانات ومؤشرات واضحه عنا ومطمئنين البعض نعم. يقول بان تدني الاجور في بعض مؤسسات القطاع الخاص بالنسبه للبحرينيين هو وجه آخر للبطالة خلنا أقول لك يعني بعض الإحصاءات المتعلقة بالأجور أنا ذكرت لك عن أن الحدود الدنيا نسبة النمو نسبة النمو في الأجور بالنسبة للقطاع الخاص أصبحت اليوم أسرع من نسبة النمو في القطاع العام الحكومي يعني عندنا في الخمس سنوات الماضيه احنا نر نلاحظ بان متوسط الاجور في القطاع الخاص اصبحت 393 دينار. بالنسبه الى كل الشرائح الثانويه العامه او الدبلوم او غيره. متوسط اصبح يقترب من 400 دينار بالنسبه للجميع. وهو في اتجاه الزياده. الزياده خلال ال ال السنوات الماضية بلغ 22% بينما بلغ في القطاع الحكومي 19% فقط. القطاع الحكومي متوسط الأجور فيه 686 نعم لكن معدل النمو بدأ يتباطأ ومعدل النمو في القطاع الخاص بدأ يتزايد. أمثلة أكثر مثلاً اللي ياخذ راتب في القطاع الحكومي القطاع الخاص اكثر من 500 دينار اصبح في ازدياد اصبح يمثل 37% من قوه العمل احنا نراقبهم اللي ياخذوا اقل من 270 اصبح يتاكل العدد يعني كان كان اكثر اصبح ما يتجاوز التسعه في المائه والتسعه في المائه هذه رحنا بحثنا فيها شفنا أكثرها عمل جزئي أو عمل في قطاعات معينة يرغب عائلية أو عائلية يرغب الأشخاص بالعمل فيها فالتناقص ملحوظ والزيادة ملحوظة والإحصاءات إحنا ننشرها في الصحافة المحلية اللي يتقاضون أكثر من ألف اللي يتقاضون أكثر من ألف وخمسمية اللي يتقاضون أكثر من خمسمية واللي يهمنا أن النمو مستمر فال. نريد القطاع الخاص يتغلب على هذا المعتقد وإنه يحقق أجور حوافز وظيفية جيدة سعادة وزير التدريب هو محورنا الآخر رضاكم عن برامج التدريب ومدى توافقها مع متطلبات سوق العمل التدريب مساحة تشكل بالنسبة لي تحدي كبير مخ... تحسين مخرجات التدريب يعني نلاحظ بان البحرين حتى اكون صريح وواضح عندنا شويه خلل يتمثل في وجود نقص في المؤهلات الوطنيه في المعايير الوطنيه يعني لما انا اكون مثلا مؤهل في مجال معين كاي مهنه ميكانيك مثلا شلون تعرف ان انا درجة أولى أو درجة ثانية أو درجة ثالثة أو درجة أولى. ليس اللي يسمونها المستويات المهنية مخرجات التعليم التدريب اليوم ما تخرج لنا متدربين وفق مستويات مهنية وطنية معتمدة بحيث أن تعرف تكون أساس للاختيار وليش أنا آخذ ألفين وأنت تأخذ ألف في المنشآت في خلل في الموضوع جينا بدأنا واخذنا بدانا في المعايير المهنيه، اليوم جبنا شركه اجنبيه ترايبل واشتغلنا على وضع معايير مهنيه في البحرين. لمائة وخمسة وعشرين مهنه معياريه. هذه المعايير تحدد لك بالضبط شنو هذا المهام والمعايير والمسؤوليات المناطه بهذه المهنه. ثم راح نحول هذه المعايير المهنية إلى معاهد التدريب لكي تصنع منها حقائب تدريبية حقائب التدريبية هي اللي راح تعكس مستويات المهنة نعم. يعني لا تقول لي أن هذا تكنيشن أو أن هذا مركب أنابيب أو هذا مصلح سيارات في مستويات مهنية محددة تقابل احتياجات سوق أصحاب الأعمال وتجعلهم راضين عن مخرجات التدريب صحيح انا ابي اقلل الفجوه اللي في المجتمع بين هذه المخرجات وبين متطلبات سوق العمل. هذه من ناحيه فراح نعمل على اكمال مشروع المعايير المهنيه راح نعمل او نبدا بمشروع بالتعاون مع تمكين الحقيقه. المستويات المهنيه هي مستويات مهنيه مصنفه وكل مستوى له متطلبات محدده وشهاده محدده واجر محدد واعتماد محدد من قبل هيئه اعتماد المؤهلات. نبي نخلق في البحرين معايير ثابته يعني انت لما تجيب حتى شخص من الخارج تريد تختبره وتعرف هل هو يزاول هذه المهنه صحيح بدرجه كذا ولا بمستوى كذا تستطيع. ما ابغى يعني يصير تداخل في المستويات المهنيه ويؤثر على سياسات الاجور يؤثر على سياسات التوظيف بشكل سلبي فمشاريع الحقيقه احنا شخصناها وجالسين نعمل على تحقيقها لاصلاح منظومه التدريب في المرحله القادمه في ايضا مشروع موازي هو المرصد مرصد سوق العمل مرصد سوق العمل يطلع المواطن بشكل واضح عن احتياجات المهن في المستقبل، واحتياجات التدريب. يعني ما نريد واحد نقول له حتى يختار خيار المستقبل، يختار مهنه المستقبل ان تكون الرؤيه غير واضحه بالنسبه له، انه بعد اربع سنوات شنو سوق العمل؟ بعد خمس سنوات شنو راح المهن اللي تن يعني تتناقص نعم. أو, او او تكون جديده والمتوافره والمتوافرة. نعم. يعني الحين ما تقدر تقول لمواطن روح اقرا خطط وزاره العمل ولا ولا خطط تنميه الموارد البشريه ولا البرنامج الحكومي ما صعب. تبي توفر برنامج سهل ميسر يطلع ولي الامر ويطلع المتدرب ويطلع المستثمر ويطلع الجميع على احتياجات المستقبل بصوره عمليه واضحه. سهله في اي لابتوب يقدر واحد يقدر يدخل ويأخذ مؤشرات واضحة عن توجهاته في المستقبل ويتجه لاختيار التدريب أو التعليم المناسب حق سوق العمل هاي أيضا تؤدي إلى تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب وبين احتياجات سوق العمل هذا تحدي لو تحسبه مو تحدي بسيط يعني أكيد. في ناس يمكن يتكلمون عنه بطريقة أكيد. أنه عصا سحرية تقدر تعملها أنا يعني شفنا لما دخلنا في تفاصيل الموضوع بأن في أدوات وفي مشروعات وفي رؤى لازم تطبق حتى في الأخير نوصل مثل ما هو الحال في الدول المتقدمة أي عامل موجود في جيبه بطاقة بلاستيكية تقول لك شنو مستوى في أي مستوى مهني هو في أي تخصص مهني معتمد مرخص صحيح, صحيح تفتح سيارتك لأي واحد تعرف أن هذا يعني حائز على ثقتك او لا او انه يزاول مهنه اخرى التاهيل المهني والتدريب المهني يعني مساحه رحبه لعمليه التطوير في المستقبل واحنا كحكومه كوزاره عمل او كتمكين او بقياده طبعا المجلس الاعلى للتطوير التعليم والتدريب اللي رأسه سمو الشيخ محمد بن مبارك تعمل باستمرار على تضييق الفجوه بين هالمخرجات وبين احتياجات السوق. وانا الحين من موقعي اشوف انه هو التحدي رقم واحد بالنسبه لي. يعني هناك هناك بعض الملاحظات على الثقافه العامه التي تبناها الجيل الجديد حقيقه تجاه سوق العمل، ويعني هناك من يوقع باللوم على هذا الجيل الذي يجب ان ينتبه ويرى ان المستقبل هو هو الـ هو الـ هو الشيء الـ الذي سيجعل منه انسان متميز مثل ما قلت متدرب مثل ما قلت يمتلك القدره الفنانيه بهذا التصنيف في الشان التنموي والاجتماعي الوزاره قامت بجهود كبيره منذ سنوات <applause> الماضيه نتكلم عن هذه الجهود يعني احنا دائما نوجه ملاحظات او نوجه نقد في برامجنا الاعلاميه سواء كانت مكتوبه او مسموعة او مقروءه ولكن لا نستمع حقيقه الى ما حققته البحرين في هذا الجانب. التنميه الاجتماعيه. التنميه الاجتماعيه يعني انت تلاحظ <applause> أن تغير اسم الشؤون الاجتماعيه الى التنميه الاجتماعيه. نعم. انا وانا الحقيقه يعني تشرفت بتحمل مسؤوليه التنميه الاجتماعيه من فتره وكان هذا الحقيقة مدخل بين لي مدى رؤية الحكومة في ربط فكرة العمل بفكرة الرعاية الاجتماعية. نعم. يعني اليوم فكرة المساعدات والرعاية والاعتماد على الدولة في كثير من التسهيلات ليست هي النهج الناجح في المجتمعات. المدخل الصحيح هو التاهيل والدمج والعمل والانتاج. فاليوم مثلا كثير من المعتقدات الخاطئه ان من يحصل على مساعده اجتماعيه هي ابديه. كل المساعدات في كل انحاء العالم هي مؤقته. يلحقها جهود للتدريب، للتاهيل. حتى نسبة المعاقين اللي يواجهون صعوبات مثلا إعاقات جسدية وذهنية لدينا برامج طموحة جدا لتأهيلهم وإدماجهم في سوق العمل الأصل هو العمل هو الإنتاج وليس الاتكال على يعني برامج الرعاية الاجتماعية ولكن برامج الرعاية الاجتماعية هي أساسية لمن يحتاجها فعلا عندنا يعني عناية كاملة بذوي الاحتياجات الخاصه بالمعاقين او بالمسنين نستطيع ان نتحدث عنها بصوره مفصله او بالاطفال بحمايه الاطفال من سوء المعامله مثلا في المجتمع. في هذا الصدد وجه صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر باعاده التشريعات الخاصه فيما يستغل فيما يخص استغلال الطفوله وتفعيل دور مراكز الطفوله التابعه للوزاره، اين وصلتم في ذلك؟ والله منذ صدرت التوجيهات الكريمة من صاحب السمو وقبل ذلك أيضا يعني لدينا في البحرين تجربة رائدة نعم. هي مركز حماية الطفل مركز حماية الطفل مهيئ تماما لتلقي أي شكاوى تسعة تسعة ثمانية أي نعم خط الساخ أي نعم تسعة تسعة ثمانية ولما تزوره بتلاحظ بأن موجود في مجموعة من المتخصصين والتربويين والأخصائيين النفسيين وكذلك شرطة نسائية متخصصة بلباس مدني تعمل على تقصي أي حالة للإساءة للأطفال عن طريق البلاغات المباشرة عن طريق الأخبار لتنشر نتابع أي شيء يتعلق بوجود مثل هذه الحالات وجالسين الحقيقة مؤشر النجاح فيها أن عدد البلاغات بازدياد يعني غريب أن طفل يتصل بنفسه ويبلغ عن مشكلة تعرض لها أو سوء معاملة تعرض لها يعتبر يعني بالنسبة لنا أمر حيوي صحيح. ومهم أنه يحصل لأن في الأول كثير من الناس يخجلون من ذكر ما يتعرضون له من صحيح من اساءات او مخالفات يعتبرونها سر يعتبرونها سر ويتعرض الى التعنيف والى الاضطهاد والى مثلا اي نوع من سوء المعامله اليوم الحمد لله ان عندنا وعي كبير في المجتمع وليس عيبا ان يرتفع عدد المبلغين يقولون والله او لان عندكم حالات كثيره لا أنا بالنسبة لي المهم الصدق، المهم أن تصلنا الحالات. المهم أن الناس يكسبوا الثقة في هذا المركز وفي غيره من المراكز بحيث أنه يعطوا الفرصة للأخصائيين أن يتقصوا، يعني مثلا لما تكون أم مهملة، أو أب مهمل، أو أسرة غير حاضنة حضانة صحية للطفل ويتعرض إلى أشياء يعني المجتمع المثالي الحمد لله في البحرين متكافل متحاب منسجم بس ما في مجتمع يخلو من حالات صح اجتماعيه صح محدده تتعرض فيها المراه او الرجل او الطفل او اي فرد من افراد صح المجتمع دورنا حمايته حمايته نعم حمايته عن جد يعني ان احنا نكون موجودين ونوفر الحمايه اللازمه له ليس فقط من هذه الحاله ولكن ايضا من تتبع حاله صحيح. الاسره وتوفير الدعم الاسري والرعايه الاسريه اللي تكفل وجود بيئه حاضنه للطفل تكون صحيه ومناسبه. فعندنا حالات من هذا النوع يعني بدات يزداد التسجيل وبدات الناس تكسب وتعرف وجود مثل هذه الخدمات. بدانا نتلقى احيانا من الجيران من المدارس من يعني مثلا مدرسه تلاحظ ان سلوك طفل منطوي او انه يعاني من مشكله معينه في تواصل معه طبعا موجود فاحنا ندخل بطريقه هذا المركز يعني موجود لكي يمارس عمله بسريه وبامان ومن قبل متخصصين لمنع الاذى منع الضرر عن اي حاله من الحالات التي تصلنا فالحقيقة يعني هاي التجربة احنا بالنسبة للأخوان في دول مجلس التعاون يعتبرونها تجربة ناجحة ورائدة وجالسين يزوروننا يطلعون عليها فيها مركز للاتصالات فيها مكاتب سرية للمعالجة فيها مكاتب للإصلاح الإسري فيها يعني عدة مراحل جيدة للتعامل عندنا مركز إيواء للطفل الذي لا نستطيع ان نخلق له البيئه الصحيحه المناسبه وان كانوا حالات محدوده ولكن نستطيع ان ناويهم ونوفر لهم الدراسه ونوفر لهم النمو ونوفر لهم الحياه الكريمه ان انقطعت بهم سبل الحياه. فلدينا مراكز على مدى على انتشار منتشره في البحرين حول الـ هي ال العنايه بالطفل والاصلاح الوقائي. ها. الاصلاح الوقائي موجود بكثره في جميع مراكز الـ الـ الاجتماعيه ها. المنتشره في البحرين. ونحاول يعني ان النشأه دائما ان تكون الاسباب الوقائيه هي الاساس العمل ان ما تحصل عندنا اي حالات تفكك اسري او حالات معاناه بالنسبه للاطفال او بالنسبه الى الاسره ككل. هذه المرة رافقت وزير العمل والتنمية الاجتماعية إلى مركز عبد الله بن علي كانو لتشخيص وتقييم الإعاقة، حقيقة أن هذا المركز يقدم خدمات مميزة ويدار بأيادي وطنية. سعادة وزير هذا الشق الخدمي للوزارة مركز عبد الله كانو اللي تم تسميته بامر من جهة الملك الله عمره. نعم. وهذا المركز يحتوي ذوي الاعاقات الخاصه. تكلمنا عنه. سلمك الله يعني قبل لا نتكلم عن هذا المركز بشكل خاص المجتمع مجتمع البحرين واي مجتمع نعم. اخر لا تتحقق فيه التنميه الشامله ودون الالتفات إلى ذوي الإحتياجات الخاصة من أشخاص قدموا وساهموا لكن عندهم بعض أحياناً يعني كبار السن أو أصحاب الإعاقات المختلفة أو الأسر التي تحتاج إلى معالجات معينة أو دعم معين فيجب أن المجتمع ما يترك وراه شرائح عديدة تحتاج الى العنايه والرعايه نعم. بشكل خاص المجتمع واسع وكبير يعني صحيح. مو مخصص فقط للعاملين او القادرين على العمل او الناس المنتجين التحدي ان تجعل الناس جميعا منتجين صحيح لكن التحدي الاكبر ان تساندهم وتساعدهم وتوفر لهم يعني كل التسهيلات الممكنه حتى يكونوا منتجين وزاره التنميه الاجتماعيه العمل والتنميه الاجتماعيه تطلع بدور اساسي في مجال تمكين وتاهيل هذه الشرائح الخاصه ذوي الاحتياجات الخاصه آه، هذا المركز مركز الرعايه الشامله لذوي الاعاقه نعم وراح في المستقبل يعني تشوف مراكز عديده متخصصه اكثر في مجالات محدده مثل التوحد او مثل الاعاقه الذهنيه او مثل حالات محدده لان كل حاله محدده تحتاج الى نوع خاص من الرعايه نعم ونوع خاص من التاهيل هذا المركز اللي احنا فيه اليوم يشمل خدمات دمجناها لان تكون خدمات موحده مع بعضها البعض يعني مثلا اللي يحتاج حق عنايه خاصه عليه ان يجي هنا اولا للتشخيص والفحص حتى يصنف كصاحب احتياجات خاصه يعطى بطاقه على اثر حصوله على البطاقه يعطى اعانه خاصه من الدوله تعرف حاجاته تعرف امكانياته تعرف ما هي الاجهزه التعويضيه اللي يحتاجها اللي نقدمها له من كراسي او ادوات او امور اللي تكمل طاقته ما هو التدريب اللي يحتاجه حتى نوفر له حتى نقوي امكانياته ومؤهلاته لكي يعمل كانسان كامل دائما يعني الانسان يحتاج ان تتعرف الى طبيعه مؤهلاته وطبيعه قدراته وطبيعه ميوله نعم واستعداداته حتى انت تتمكن من هذا العمل هذا المركز يقوم بمثل هذه العمليه ثم نقلنا مركز التوظيف من وزاره العمل كانت الى هذا المركز صحيح. حتى تتكامل تتكامل العمليه بحيث ان المعاق يجد كل الخدمات اللي يحتاجها تح تحت عنوان لست وحدك. لست وحدك كلنا سنفر. معك في في يعني اللي عجبني في, في واحنا واحنا نحضر للتصوير انه في قاعات للتدريب في مرافق يعني لذوي الاحتياجات الخاصه من اخواننا وهذا شيء يعني الدوله سعت الى توفيره يجب ان يبرز يعني نعم الحقيقه نعم يعني مثلا نحن تاكيدا لكلامك الاخسامي كثير من ذوي الاحتياجات الخاصه او المعاقين يحتاجون حق عمل وجدنا ان البيع بالتجزئه مثلا او الاي تي او الامور هذه تسويق يرغب فيها عدد كبير من الاشخاص نعم. من ذوي الاعاقات المختلفه فتحنا ورشتين في نفس المركز لاستقطاب اكبر عدد ممكن من هؤلاء وتدريبهم فورا وتسكينهم في الوظائف فورا يعني سوينا تجربه الحقيقه غير مسبوقه انه يوم اللي فتحنا المركز الشامل م. عملنا معرض مصاحب المعرض المصاحب نفسه عرض 175 وظيفه لهؤلاء لذوي الاحتياج تم توظيفهم فورا اثناء المعرض وبعد المعرض للتدليل على ان يعني هاي الامكانيات مسخره لا. لخدمتهم يعني فالحقيقه ان البحرين يعني باكتمال بنيتها التشريعيه والتنظيميه راح تعتني بفئه المعاقين وتوفر لهم خدمات متكامله والهدف ان نلاقيهم يمارسون اعمالهم المنتجه في مواقع العمل بصوره لا تقتصر على مهام او وظائف محدده كما كان في السابق كان يكون فقط مثلا عامل بداله او يكون مؤذن في مسجد او يكون كذا احنا نريد نفتح كل المهام اللي من لديه القدره اللي تستخدم مواهبهم وقدراتهم في الاماكن الصحيحه كاسوياء جنبا الى جنب مع زملائهم واشقائهم سعاده وزير الاسر يعني تفرح لما تشوف مثل هذه المشاريع بالحديث عن الاسر المسنين نصيبهم كبير في برامج الوزاره بالتاكيد شوف المسنين لهم حق على المجتمع اكيد لهم حق على اسرهم لهم حق على الدوله <applause> في توجه دولي عام ان ما نترك المسن لدور الايواء نعم. ما نفصل بين المسن وبين بيئته الاجتماعيه وبين اسرته صحيح فعملنا تجربه في البحرين حقيقه رائده وهي التوسع في الانديه لكبار السن اللي سميناها الرعايه الوالديه تذكر التسميه القديمه اللي الواحد كان يعني دور اللواء لا احنا كنا نسميه العجز دار العجز دار العجز حرام اي يعني ما كان ما كان هذا حقيقة من غير التسمية له كل الشكر يعني اليوم عندك في البحرين اكثر من عشر اندية للرعاية الوالدية صحيح وفي الخطة ان نصل الى عشرين دار او نادي يقدم م. هذه الخدمة المسن ينتقل إليها في وقت فراغه في الصباح يزاول أرقى الهوايات وأفضل وسائل التعلم نعم. والمشاركة بينه وبين زملائه نعم. بيئة صحية نظيفة تملأ وقته بشيء مفيد صحيح. وتضمن أيضا مشاركته في أنشطة معينة في المجتمع بأسلوب بسلو مدروس هذا جعل حساب دور الرعايه او دور الايواء لمن تقطعت بهم السبل، يعني في ناس معينين الاسره غير موجوده مثلا صحيح او ما, ما الله عطى عيال او ظروف معينه صحيح لنا له مراكز متخصصه وهذا الطلب عليها بدا يقل. يعني ما عندنا قائمه انتظار. دليل وعي دليل وعي، يعني الاول كان الزحمه الناس تبغي هذا الدور حتى تضع فيها المسن اليوم بالعكس عندنا كاباسيتي عندنا طاقة استيعابية وعندنا عدد يقل باستمرار وعندنا ليس لدينا قائمة انتظار بمعنى الناس تفضل أيضا دور الرعاية الوالدية ويبقى في محيط أسرته سعادة وزير ماذا عن مراكز التأهيل عندنا الحقيقة في البحرين أكثر من ستة مراكز تأهيل تشرف عليها وزاره العمل مباشره، وعندنا مراكز اكثر من عشرة او عشر مركز، اسستها جمعيات خيريه ومناطق في البحرين، لكن تدعمها وزاره العمل ماديا وفنيا بحيث ان هاي المراكز تشتغل على تاهيل المعاقين. وقبل فتره بسيطه انا الحقيقه تشرفت بتخريج 62 معاق. من ذوي الاعاقات المختلفه نعم. وكان مؤثر جدا تفوقهم وقدرتهم على الالتحاق باعمال كامله في مخ في القطاع الخاص او في القطاع الحكومي نعم والتاهيل اللي حصلوا عليه واعتزازهم بانفسهم بانهم تغلبوا على الحواجز وتغلبوا على الصعوبات اللي واجهتهم في الحياه نعم وحققوا الاندماج الكامل سعد وزيره ما يعني ملتزمين في الوقت ملتزمين في العمل ياتون بنتائج طيبه في المحافل الدوليه مؤخرا حتى على مستوى الرياضه مو مؤخرا اكثر من مناسبه يعني الحمد لله شبابنا وشاباتنا هم يحتاجون الى بيئه صديقه احنا نسمي البيئه الصديقه نه. يحتاج ان انت توفر امامه، يعني هذا الرمز اللي شفته اليوم اللي هو المنحدرات نعم او كل وسيله فنيه او اجتماعيه تسهل حياته صحيح تجعل البيئه المحيطه حواليه متفهمه، حاضنه، ميسره، م. سهله نعم ذهب زمن ان الانسان اللي يتعرض الى نوع من العجز في شيء معين يبقى عاجز عن مزاوله الحياه الطبيعيه. سالت وزير نرجع لهذا المركز، انا اشوف قسم الاشعه هني ش... ليش مكتوب قسم الاشعه؟ اخبرتك بان التشخيص هني هني اه اوكي حتى تعرف ان هذا يعني مثلا يجونك ناس مرضى ولكنهم ليسوا معاقين بمعنى تعريف الاعاقه. في فصل بين في... لما يجي هني مثلا ونفحصه والتشخيص وغيره نعرف درجه الاعاقه يعني ما ما يحتاج حتى يروح مركز لا صحي لا يعني احنا نجيب الاطباء هنا عندنا فنعرف شنو طبيعه الاعاقه وشنو حجم الاعاقه وشنو نوعيه العنايه اللي يحتاجها يرسم له خارطه طريق لمستقبله ما يكون يعني عشوائي يكون مفصل خصيصا لوضعه الخاص احنا شويه قمنا ننتقد كثير ولكن لا نلتفت الى مثل هذه المشاريع المتكامله يعني حقيقه هاي فرصه ان انت يعني اختاريت هاي المحل الزياره لان فعلا هذا المحل ف يعني استريح استريح الله يسلمك السلام عليكم كيف حالك شلونك طيب شلونك كيف حالك شلونك السلام عليك زين اهلا وسهلا مختبر مختبر هذه تساعد على يعني اعتقد تقويه شيء وتهيئه نعم تأهيل. قياس القدرات نعم قياس القدرات يعني حقيقه يعني البحرين ليس يعني تفاخر او مبالغه البحرين يحق لنا ان نتفاخر استخدمت يعني المستويات الدوليه الموجوده واستعنا نعم. بخبراء ومنظمات دوليه ووفرنا كل الامكانيات ما عندنا اي مشكله. نعم هاي المراكز اللي تشوفها المتخصصه حوالين هذا المبنى تحت الانشاء راح تنقلنا ايضا نقله نوعيه في التخصص. اليوم العالم في التخصص يعني في التخصص في كل نوع من نعم. الاعاقه نعم. وفي حجم الاعاقه بحيث أن درجه قياس انسانيه المجتمعات وتحضرها صحيح. تتركز في عنايتك بمثل هؤلاء الاشخاص، لا يترك احد مهمش او خارج نطاق المجتمع يجب دمج الجميع وتحقيق الاندماج الكامل للجميع في عمليه التنميه وعمليه الانتاج. احنا حقيقه يعني نهنيك والاخوان في الوزاره على ما شاهدناه في مراكز الرعايه الاخرى وهذا المركز ونتمنى الحقيقه يعني ان يلتفت الى مثل هذه المراكز. في شيء اضافي يعني يمكن تلاحظونه ان المراكز الاجتماعية المنتشرة في البحرين عندنا أكثر من مراكز اجتماعية شاملة. المركز الاجتماعي الشامل شو يسوي؟ يوفر كل الخدمات بصورة مباشرة، مثلا الأسرة اللي ما تعرف شلون تستفيد من الخدمات الحكومية في مختلف المجالات لما تراجع نظام المراكز الاجتماعية الشاملة تتعرف على حقوقها تتعرف على الخدمات المقدمة لها صحيح الإسر اللي تتصدع عندنا مكاتب للرعاية الإسرية والإرشاد الإسري الخلافات اللي تحصل مريتها تتطور إلى مستويات أصعب عندنا مختصين مرشدين يتولون عملية مساعدة الإسر على التغلب على الصعوبات عندنا حجم كبير من المساعدات الاجتماعية الاسر الخاضعه للضمان الاجتماعي تحصل على مساعدات اجتماعيه، عندنا اللي يحصلوا على علاوه الدعم المالي اللي هي علاوه الغلاء، عندنا دعم الاسره اللي تتعرض الى اي طوارئ مثل الحريق او غيره، عندنا كثير من الاوجه المساعدات اللي نحاول إن, ان تفهم الاسره ان هي محميه وان منظومه الحمايه الاجتماعيه في البحرين تغطيها عند الحاجه. يعني هذا امر حيوي جدا في مجتمع البحرين. الامر الاخر هو دور الجمعيات الاهليه، دور الجمعيات الاهليه اليوم عندنا اكثر من 630 جمعيه خيريه وصندوق. قياسا بعدد السكان يعتبر من اكبر النسب عالميا بحيث ان الشراكه الاجتماعيه متحققه. شعب البحرين يحب المشاركة في تنمية المجتمع دعم الأسر ودعم الشرائح ذوي الخاصة وغيرها ليس هو عملا حكوميا فقط وإحنا نأيد إنه يكون عمل شراكة نكون شركاء مع كل شرائح المجتمع لخدمة المجتمع فهذا اللي حاصل اليوم وهذا اللي قاعدين نشجعه بالعدد الهائل من الجمعيات والصناديق وشيء مشهود لو تمشي في أي شارع صحيح تلاحظ الحضور الأهلي موازي للحضور الحكومي صحيح في رعاية المجتمع مجتمع البحرين مجتمع متحاب متآخن متسامح نعم. الفطرة الحقيقية هي فطرة دعم الجميع دعم نعم. الخير دعم أعمال الـ فهذا الـ شكرا. الشيء الحقيقي اللي يمكن ما تلاقيه في المجتمعات الأخرى تستغرب لما تشوف بعض الدول الشقيقة نعم. بالعشرات الجمعيات يعتمدون فقط على العمل الحكومي فقط في كثير نعم. من الاحيان، لكن البحرين تنميه العمل صحيح في رعايه الطفوله، في رعايه المسنين، نعم. في رعايه نعم. الاسره، نعم. في رعايه المحتاجين تجد يعني دور مجتمعي صحيح قوي جدا، وهذا الحقيقه نبي نحافظ عليه وأن تبقى مجتمع يبقى مجتمع البحرين مجتمع يعني قائم على عمل الخير. نعم أه بوهاني هذه المكان اللي بندخله الحين محل تأهيل نعم للاطفال اعتقد الخاص نعم للاطفال هذا هو نعم يعني هاي الاجهزه الموجوده المساحه الجو العام كل شيء جميل يدعو للفخر الحقيقه هذا مركز تأهيل وعلاج طبيعي يعني انت لاحظ ان في ناس يعني مثلا قدرتها على الحركه بنسبه مئويه معينه نعم والهدف هو تنشيط الحركه بنسبه اكبر نعم. فتلاحظ كثير من الاطفال مثلا ما كان يتصور الاهل انه ممكن يمشي ويمشي بالفعل يحقق انجاز كبير لنفسه ولاسرته نعم ب... ايضا الالعاب تنمي المهارات والقدرات الذهنيه صحيح وتزيد نسبه الذكاء ونسبه الاستيعاب يعني ما كان مثل ما كان في الازمان القديمه انه يهمل ويتصور بانه غير قادر على التطوير، التطوير عمليه مهمه وم... اللي برا... راح تلاحظونه اليوم هو عمليه فعليه عمليه للتاهيل وتعزيز القدرات الفرديه للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه. سعاده وزير العمل والتنميه الاجتماعيه شكرا لك، ما قصرت حقيقه خدماتكم للمواطن جليه وواضحه ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق شكرا لوقتك اللي اعطيتني شكرا لك سعداء ودائما في خدمه المواطنين وفي خدمه البحرين وخدمه القياده والحقيقه ان المهم ان يؤمن الجميع باهميه العنصر الوطني وتشجيع العنصر الوطني ودمجه في التنميه ودمجه في سوق العمل هذا هو هدفنا صحيح. النهائي صحيح. شكرا لك الله يحييك شكرا لك. لك شرفتونا الله يسلمك شكرا